بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلبة، السلام عليكم. ما زلنا نواصل مع فيديوهات الحقل المغناطيسي، أي اختبارات عفوا الحقل المغناطيسي. في هذا الاختبار رقم 4، ها هو نص الموضوع. قال لك نهمل الحقل المغناطيسي الأرضي في كل التمرين، يعني كامل أسئلة التمرين. مغناطيس مستقيم واحد كما ترون يولد في النقطة أم، نقطة أم هي هذه، نسيت ما حطيتهاش، أم هي هذه هنا في الوسط، أم النقطة أم. حقل مغناطيسي قيمته 2 × 10³ تسلا، يوضع قرب إبرة مغناطيسية كما تلاحظون. فنأخذ الوضعية المبنية في الشكل التي هي في الشكل. عندما نقرب من الإبرة المغناطيس آخر رقم 2 اللي هو الثاني، نقربه حسب السهم هذا من الإبرة، يعني بشكل يكون موازي للمستقيم دالتا اللي هو كما في الشكل. فإن الإبرة تدور بزاوية 30 درجة في جهة عكس جهة دوران عقارب الساعة. إذن السؤال الأول، قالوا لنا هل إهمال الحقل المغناطيسي الأرضي في هذا التمرين هو منطقي؟ يعني هل رانا صحا، يعني ما غلطناش كي أهملنا الحقل المغناطيسي الأرضي؟ ثانيا، مطلوب منا تحديد أسماء أقطاب المغناطيسين، يعني ندير وراء القطب الشمالي وراء القطب الجنوبي وهكذا. وثالثا، إيجاد شدة الحقل المغناطيسي ب الناتج عنهما عند النقطة أم. ورابعا، نعاود نروح للمغناطيس رقم 2 وندوره ب 30 درجة في جهة عكس جهة دوران عقارب الساعة. ومن بعد طلبوا منا ثاني في السؤال الرابع تحديد مراقبة بالناتج. إذا أولا نجيب على السؤال الأول، هل أعزائي الطلبة إهمال الحقل المغناطيسي الأرضي في بداية التمرين في كامل التمرين عفوا هو منطقي؟ نعم أعزائي، الجواب يكون بنعم، حيث يمكن إهماله أمام شدة الحقل المغناطيسي المولد عن أو المتولد عن مستقيم أو مغناطيس مستقيم. لماذا؟ لأن الحقل المغناطيسي المتولد عن مغناطيس مستقيم يكون من رتبة ميلي تسلا، يكون من رتبة ميلي تسلا فقط هكذا. أما شدة الحقل المغناطيسي الأرضي تكون من رتبة ميكرو تسلا، وكما نلاحظ أن هذه القيمة صغيرة جدا أمام هذه الرتبة، يعني الرتبة هذه صغيرة جدا أمام هذه. السؤال الثاني، طلبوا منا تحديد أسماء أقطاب المغناطيسين. ها هو أمامك، واش قلنا؟ قلنا الإبرة دارت بماذا؟ ب30 درجة في جهة عكس دوران عقارب الساعة. هاي صح، هاي دارت ب30، عفوا نسيت تاع الرسم، هكذا ب30 درجة، هاي 30 درجة هكذا صح. إذا بواحد، هذا بواحد وهذا باثنان وهذا بي، ها هو بي، ها هو بي. إذا الآن الأمور راهي باينة، ها لاحظ. يعني الآن ننجمو كما السؤال الثاني قال لك حدد أسماء أقطاب المغناطيسي، ننجمو الآن نحدو، لاحظ اتجاه بواحد. إذا القطب الشمالي ها هو وراه، لأن الشعاع يدخل من القطب الجنوبي ويخرج من القطب الشمالي، ها هو، والقطب الجنوبي ها هو بالأزرق هكذا، لاحظ هكذا. إذا هذا الشمال وهذا الجنوب، هكذا نكون جاوبنا على السؤال الثاني. كذلك بالنسبة للمغناطيس الثاني نفس الشيء، يدخل من جنوب يخرج من الشمالي. إذن ها هو
الشمالي هكذا، وها هو القطب الجنوبي، ها هكذا، عفوا هكذا هكذا، هذا النور وهذا الشتاء. هكذا أرانا جاوبنا على السؤال الثاني. السؤال الثالث، طلبوا منا إيجاد شدة الحقل المغناطيسي بي الناتج عنهما عند النقطة آم. عند النقطة آم، أنا باش نوجد الحقل المغناطيسي، يعني في السؤال الثالث، انتبه، ثالثا، يعني بي نعرفوا باللي بي تساوي بي واحد زائد بي اثنان، صح، لكن عندي شدة بي واحد لكن بي اثنان ما عنديش، صح. نرجع الى الشكل، نلاحظ لو رجعنا الى الشكل نلاحظ ان هذا 30 درجة، انتبه مليح، لو جينا استعملنا طونجونت الزاوية هذه 30 واش تساوي؟ تساوي المقابل اللي هو بي اثنان هو هنا، ولا هذا هو بي اثنان على المجاور، تساوي المقابل على المجاور. نعود ونرجع للجواب تاعنا، انتبه، يعني طونجونت 30 درجة تساوي بي اثنان على بي واحد. هنا اللي همني اني نجبد بي اثنان شحال تساوي من العلاقة هذه، حيث بي اثنان تساوي ماذا؟ تساوي بي واحد في ماذا؟ في طونجونت 30 درجة، ومنه تساوي بي واحد هي اثنان في 10 قوة ناقص 3 تسلا في طونجونت 30 درجة، شعال اتمدنا، ها هي الحاسبة، اثنان في 10 قوة ناقص 3 ومن بعد طونجونت، وراي طونجونت 30 درجة، شعال مدتنا، مدتنا 1.15، ندوروا العدد إلى 10 قوة ناقص 2 في 10 قوة ناقص 3، صح. إذا بي ها نصبنا بي بي اثنان، بي اثنان تساوي، ولا نديرو هنا خير، أنا مكاش بلاصة مليه، بي اثنان تساوي 1.15 في 10 قوة ناقص 3 تسلا. دوك نقدروا نحسبوا بي. عندنا في الشكل، هل الحقلين متعامدين ام غير متعامدين؟ ها نرجع للشكل، ها ملك الحقلين متعامدين، اذا هنا ما نستعملش العلاقة اللي استعملناها في الاختبارات السابقة، يعني هنا نستعمل علاقة اخرى، وهي بي تساوي جذر بي واحد مربع لانهم متعامدين زائد بي اثنان مربع، هذا ما فيها، اي تساوي جذر بي واحد اللي هو اثنان في 10 قوة ناقص 3 مربع زائد بي اثنان اللي هو 1.15 في 10 قوة ناقص 3 مربع، هكذا، صح. جيب الناتشو الحاسبة، ها هي الحاسبة، نديرو الجذر ونفتح القوس الخاص بالجذر، انتبه دائما كي دير الجذر العمليات اللي تحتها كامل ديرهم بين قوسين، نعاودها ونكررها معليش، نفتح القوس تاع هذا حاليا، اثنان في 10 قوة ناقص 3، اغلق القوس، مربع، ومن بعد زائد نفتح القوس 1.15 في 10 قوة ناقص 3، اغلق القوس، مربع، اغلق القوس تاع الجذر، ما تنساش لانه سينا يقول لك سينتاكس ايرور، ها هو
اشعر هاطني هاني غلطت في حاجه، انا طاني هكذا غلطت في حاجه هاني عاودتها، لان من اذا كي طابي تنسى ناقص ولا تعطيك ايرور، كاين ايرور. اذا 2.30 لاحظ كاين 7 ورا الصفر، ندور العدد الى 10 قوه ناقص 2. اذا 2.31 في 10 قوه ناقص 3 نجد ب تساوي 2.31 في 10 قوة ناقص 3 تسلا. ها هي التمرين، يبقى السؤال الرابع عفوا. ندير المغناطيس الثاني بثلاثين درجة، يعني ندوره بثلاثين درجة في جهة تكون عكس جهة دوران عقارب الساعة. المطلوب منا تحديد الخصائص الجديدة لهذا الحقل بي عندما دورنا هذا المغناطيس الثاني. أنت بوجه. رابعا هنا، يعني انه نعطيكم رسم خفيف هكا باش تبان لنا شحال دورناه الى اخره. أنت بوجه. لاحظ معي هذا بي واحد، بقى بي واحد بقى كما كان. نستنى نستعمل اللون الاخضر. ها هو بي واحد بقى كما كان، صح. دورنا باثنان، ها هو باثنان اللي دورنا المغناطيس، ها هو الحقل تاعو اي الشعاع تاعو تاع باثنان، صح. يا اخي كان هنايا، كان عمودي دورناه، اذا تولي هنايا نديروه بالازرق، هنايا هذا دورناه بثلاثون درجة، ها هي ثلاثين درجة، صح، دورناه بثلاثين درجة، يعني يصبح هنا عندي، لاحظ هذه هنايا، شوف مليح، هذه كذلك، أي إن هذه، إذا هذه ثلاثين، هذا قائم، هذا المثلث هو نفسه هذا المثلث، يعني انتبه مليح، يصبح هكذا، يعني هذا يصبح كذلك يساوي ثلاثون درجة. أنت بوشر النحت يساوي ثلاثون درجة. إذا هذا اللي هذا المثلث اللي زاد كان مع الأول، لاحظ كان 45 كي كانت هذه في النص، ومن بعد ظل لأن هذا كان عمودي، لكن الآن ثيتا هكذا ماناش عارفين شحال راه يساوي، ماناش عارفينو شحال يساوي. اذا باش نحسب بي اللي هي بالاحمر هذه، ها انتبه معي، ها هي بي، اي الشده تاع بي، لازم لي نعرف الزاويه ثيتا هذه شحال تساوي باش نحسب بي، لان بي واحد عندي وبي اثنان عندي، ما تبدلوش بقاو هما هما، صح. نبدأ أول حاجة نبدأ بها هي أنه لاحظ بي في سينوس ثيتا، بي في سينوس ثيتا تساوي حساب مثلثات باثنان في كوسينوس ثلاثون درجة، تساوي باثنان في كوسينوس 30 درجة، و ب في كوسينوس ثيتا يساوي ب1 ناقص ب2 في سينوس 30 درجة، هكذا. إذا لاحظ تونجنت ثيتا تساوي ب اثنان، ب اثنان اي تساوي ب في سينوس ثيتا على ب في كوسينوس ثيتا، تساوي ب في سينوس ثيتا على ب في كوسينوس ثيتا، هذه تونجنت، لاحظ اي تونجنت ثيتا تساوي ب ب في عفوا ب في سينوس ثيتا على ب في كوسينوس ثيتا، نعوضوا بالقيم تاعهم، اذا تساوي ب اثنان في كوسينوس ثلاثون درجة على ب واحد ناقص ب اثنان
في سينوس 30 درجة هكذا. إذا نأتي ونعوض فقط. إذا تونجنت ثيتا تساوي ب 2 هي 1.15 في 10 قوة ناقص 3 في كوسينوس 30 درجة، و ب 1 هي 2 في 10 قوة ناقص 3 ناقص 1.15 في اللي هي باثنان في 10 قوة ناقص 3 سينوس 30 درجة. نأتي بالحاسبة اللي هنا عندي بسط عملية كاملة على مقام. إذا اللي هنا نفتح القوس 1.15 في 10 قوة ناقص 3 في كوسينوس 30 درجة، كوسينوس 30 درجة. نغلق القوس، تقسيم، نفتح القوس تاع المقام 2 في 10 أس ناقص 3 سينوس 30 درجة. أغلق القوس على أعطتنا 0.99. أني عاودت الحساب، الحاسبة كان خلل كيلكو بار، نسيناك حاجة، هي في الحقيقة 0.698. كي ندورو العدد إلى 10 قوة ناقص 2 نصيبوها 0.70، 0.70. إذن تساوي 0.70. إذا نشوفوا هنا ثيتا شعال تساوي، ثيتا شعال تمدلنا، ثيتا تساوي، عاود رجع الحاسبة شوف مليح، يعني طونجونت موانزا، هاي طونجونت موانزا جاية الفوق، دير شيفت، هاي شيفت طونجونت موانزا 0.70، 0.7 عطاتنا، عطاتنا 34.99، يعني 35 درجة، 35 درجة. ها نصبنا ثيتا. ها إذا من العلاقة المثلثية، هذو العلاقات المثلثية اللي ما عارفش كيفاش تخرجهم، اشفى عليهم فقط، اشفى كي يكون عندك حالة كيما هكذا، اشفى على هذا العلاقة تونجونت ثيتا، ما كان لها هذو زوج، اشفى على هذه تونجونت ثيتا تساوي ها ب 2 في كوسينوس الزاوية اللي دورنا بها، ها يعني الزاوية لنا نحوسوا عليها ثيتا تساوي ب 2 في كوسينوس الزاوية اللي دورنا بها، ومن بعد ب 1 ناقص ب 2 يعني اللي راهو شوية ضعيف في الحساب مثلثات، هنا يشفع العلاقة هذه كيما العلاقة اللي راح نمدها لكم درك اللي هي باش نحسبوا ب، أي ب تساوي ب 2 في كوسينوس ثيتا على سينوس ثيتا، على سينوس ثيتا. هاي في حالة كيما هذه في تمرين يكون النوع تاعو كيما هذه، يعني دورناه دائما كاين دورناه اي بثلاثين درجة، في الحالات كيما هذه اشفع على هذه العلاقات وخلاص. ها هي تساوي يعني البي اثنان اللي هي 1.15 في 10 قوة ناقص 3 في كوسينوس 35 درجة، نصبنا 35 على سينوس 35 درجة، شعال تمدن. ها هي الحاسبة. إذا نديرو بين قوسين البسط لأن فيه بزاف العمليات، أي 1.15 في 10 هو في الحقيقة الضرب، ومن بعد يدير القسمة كيف كيف نفس الشيء، ما نحتاجوش إلى القوس بالحق، لكن حتى باش تتفادى كاش إيرور ولا في
كوسينوس 35. هيا نغلق القوس، اقسم مكان هذه القوس، لان كاين عد واحد هو سينوس 35. سينوس 35 شحال تمد لنا؟ مدت لنا 1.64. دور العدد الى 10 قوى ناقص 2 في 10 قوى ناقص 3، اذا 1.64 في 10 قوى ناقص 3 تسلا. هكذا كونوا جاوبنا. لا يعني التمرين هذا لا ربما قلت لكم كان اللي عنده مشكل هنا كيفاش تنجبد هذه العلاقة، وهنا هذه خاصة ب يلزم الواحد يكون متمكن في حساب المثلثات السينوس والكوسينوس، هذا في الرياضيات إن شاء الله. أعزائي الطلبة، إلى أن ألتقي بكم بإذن الله في فيديو آخر، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.